الله معلم، اقسم بالله معلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي حبايبي؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكون صحتكم بخير. اليوم جايب لكم ثلاث تكتيكات أنا بستخدمهم بالفوت، تكتيكات كتير كتير رائعة. التكتيك هذا 4-2-2-2، بنبلش فيه الماتش، تمام؟ التكتيك أول شيء متوازن 41-55، متوازن دايركتي بيسينج 45-6-2-2. بنروح على تعليمات اللعيبة، المهاجمين حيطلن البقاء في المقدمة واختراق خط الدفاع فقط لا غير. كروس دخول المربع لتلقي العرضيات والرجوع الى الدفاع اثناء الهجوم، تمام. زولا حيطلو البقاء في المقدمه فقط لا غير، لانه ورا زولا هو قصير وطوله 160 ما راح يفيدني بشيء ابدا. خط الوسط البقاء في الخلف اثناء الهجوم وتغطيه منتصف الملعب. الاظهره البقاء في الخلف اثناء الهجوم فقط لا غير، تمام. هذا اول تكتيك. بنروح على التكتيك الثاني. كنت انا متقدم في النتيجه بستخدم هذا التكتيك. التكتيك خارق جدا، الخصم ضغط عليك بتلاقي دائما اثناء الهجوم سبعه ورا، خطين الوسط وخمسه في الدفاع. رح نشوف التكتيك. التكتيك متوازن 1-40، متوازن دايركت بيسينج 1-6-2-2. التكتيك مثل ما قلنا 3-4-2-1، تمام. تعليمات ثلاث مهاجمين هذول بنحط لهم البقاء في المقدمه واختراق خط الدفاع فقط لا غير. الاظهره رجوع الى الخلف اثناء الهجوم، كوم باك اون ديفنس فقط لا غير، الاظهره الاثنين، تمام. خط الوسط تغطيه منتصف الملعب والبقاء في الخلف اثناء الهجوم. خطه كتير رائعه، بتمنى تجربوها. رح نجرب الخطط. بتمنى قبل ما نبدا يا شباب نضغط لايك وفولو ويا بسم الله. حلو. ومباراة اليوم الأخير من أتمنى بأن نستمتع بكرة قدم هجومية الله. جيفرانكو زولا يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. يا ملك يا ملك يا مارتينيز يا وحش، يلا هدف التعادل. إذا النتيجة الآن 1-1. عافية حارس المرمى، غير معقول ما نشاهد. كان المفروض التصرف يكون بشكل مثالي وبالتأكيد التعامل يكون أفضل. يسير بالكرة باتجاه المرمى. شوف كيف يعدي، يا سلام. شوف المرور، متعني صوتني. يا سلام على اللقطة، فرصة للتقدم في المباراة. يا وحش يا وحش يا وحش ملك. بعد التصدي غير عادي من حارس المرمى. فرصة واحد على واحد الآن. يا عمري يا عمري. والآن ينطلق الشوط الثاني من اللقاء بين الفريقين. هاي فلتش، خلص حالك، خلص حالك إذا بتخلص حالك، خلص حالك إذا بتخلص حالك. يلا بيعدي فيها، بمر بيعدي. يا سلام، اطلع يا شيخ. حلو ووكر محرز. مع سيرجيو بوسكس في قلب الوسط وفي الامام لاوتارو مارتينيز. يا ملك يا حرام عليك. أوهو. يا حرام. ليفاندوفسكي. اوه ضغط متقدم وقطع الكره. يا حرام يا حرام. ابعد الكره عن مرمى، لقطه خطيره جدا. يا ملك يا حرام. هنا ونتمنى ان نستمتع بكل دقيقه تنقضي. فرصه امام توريس. بيضيع. شوف اللقطة، شوف اللعبة، فرصة ذهبية للعودة في. اوه خطأ فادح في تحقيق. يا ملك يا عفو الله، شو يا وحش يا وحش يا ريوية. جورج بيست يبعد الكرة بعد هذا التدخل. يتقدم بثبات إلى داخل مناطق المنافس.
التدخل في توقيت ممتاز في لقطة كانت خطيرة. يحدث تغيير خطأ قاتل من حارس. يا ملك يا ملك يا ملك خلط لي خلط لي خلط لي يتقدم بالكرة يا ملك. كرة متاحة للتسجيل. هوبا هوبا عالمية خيالية تم إلى الأمام. بينية جميلة من جانب دي ماريا. الآن التفكير في الخيارات المتاحة. زيدان هوبا فريق خارق جدا. يلا بيعدي فيها يفلت من الرقابة بشكل ممتاز. يا رب في هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. طلع من المباراة. للتعليق على أحداث هذا اللقاء. مباراة مرتقبة ومتعة منتظرة في مباراة ضمن منافسات ديبي. روح تركيز كبير والكاميرات كلها ستكون مع الأسطورة البرازيلية تيريكا. يا حرام كاكا عرضية تصل إلى الصندوق. أوه مين هذا؟ أوف أوف إلى توجيه تحتاج إلى دقة تحتاج إلى عيون مفتوحة. وحش مارتينيز يا زولة يا عمري يا عمري يا وحش. كرة تصل لفيران توريس بدون مشاكل. يعترض الكرة. رافينيا فرصة خطيرة للتقدم. حطها والله حطها وحش. وحش مارتينيز. لوتارو مارتينيز يا ملك طلعت حمراء طلعت حمراء. وحش يا مارتي. يسجل هدفا رائعا ليجعل مشاركته كريس مولينغ. تصل الى ساكا. الان عليه استغلال المساحات والبحث عن كره مرتده. يا ملك يا مارتينيز يا شباب هذا اللاعب بحبه كثير. ما بعرف ليش شوف كيف مر فيها. شوف يا زلمه من دار صار هدف التعادل. اوكي اوكي الله على اللعبه. اوكي فرح كثير. ايه اوكي تمام طلع من المباراه. في كل مكان اليوم الاجواء جميله. راقت كل الفريق. حطها حطها يلا عب. يا معلم يا زولا يا معلم. كرة عرضية باتجاه دي ماريا. يا حرام يا حرام. اطلع يا وحش. هي كانت حلقتنا لليوم شباب. ان شاء الله يعجبكم التكتيك والتعليمات اللي اعطيتكم اياهم. وبتمنى من الكل يساعدني يحط لايك وفولو. وان شاء الله في الفيديوهات الجايه راح ننزل كل شيء يتعلق في الفيديو سكلات معلومات كل شيء وارد. وان شاء الله بشوفكم في الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.